الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر له وذكر في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن العين حق. والله سبحانه وتعالى يقول من شر حاسد إذا حسد. هناك تحذير منهم من يصور الطعام وأكله أمام الناس وأمام برامج التواصل وفي ناس فقراء ومساكين يناظرونهم، ومنهم من يصور أمواله ويتباهى بسياراته ويتباهى وش اللي يشتريه وش اللي ما يشتريه، وفي ناس فقراء ومحتاجين يشوفونهم، ومنهم من يصور أطفاله ويتباهى بهم ويتباهى بجمالهم، ومنهم محرومين من الذرية ويناظرونهم. يقول صلى الله عليه وسلم أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره من العين. العين حق يا ناس، اتقوا الله بأنفسكم. كم من شخص مات بسبب العين، وكم من شخص أصابه مرض بسبب العين، وكم من شخص راحت أمواله وراحت سياراته بسبب العين. لوموا أنفسكم، لأنكم أنتم تصورون وسياحكم وتصورون عيالكم وتطلبون من الناس أن يذكروا الله، وأنتم أنتم اللي حسدتوا أنفسكم، أنتم اللي أجبرتوا الناس انتظركم عين وجالس تتباهون وتتصورون بين الناس وتكهرون. حصنوا أنفسكم، والله كم من شخص توفى وكم من ناس مرضت وكم من ناس راحت أمواله بسبب العين. حصنوا، والله في ناس ما تخاف الله. صيحتي لوجه الله لا تنشرون، لا تنشرون أموالكم ولا تنشرون عيالكم ولا تصورونهم. والله في ناس ما تخاف الله تضربك عين وتحسدك على كل